يا مساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. جمعه مباركه على حضراتكم، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اون تايم نيوز اللي اكيد بنتعرف من خلاله على كل حاجه بتخص جميع الرياضات والالعاب المحليه والعالميه. اكيد بنختص كل الرياضات وبنتكلم عن كل حاجه تخص يد، سله، طايره، ايا كان ايه الموضوع. لكن في النهايه طبعا خلونا نقول مبروك للنادي الاهلي، انجاز جديد، انجاز كبير لجيل جديد في النادي الاهلي طبعا في كاس العالم للانديه. وخلونا نبدا حلقتنا. طبعا اهتمام الدوله الكبير بالرياضه امر بقى طبيعي من خلاص، يمكن بنشوف دلوقتي بنعد الابطال، بندعمهم، بنحقق انجازات. الطفره الانشائيه اللي بتحصل، وده طبعا اللي ظهر في بطوله العالم لكره اليد بعد انشاء ثلاث صالات على اعلى واحدث مستوى. كمان من خلال التنظيم اللي شفناه، مصر اصبحت من الدول اللي بقت تقول كده صاحبة الريادة في عالم تنظيم البطولات، واللي أصبح كمان بالنسبة لينا تحدي، ودايما بنكون قد التحدي ده. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هدفه الأساسي هو نشر الرياضة في كافة أنحاء مصر بالتعاون كمان مع كل المحافظات من أجل ترسيخ مبدأ أن الرياضة أساس مهم في حياة كل واحد مصري. وفي ظل الحملات اللي بتطلقها وزارة الشباب والرياضة في الفترة الأخيرة،